تكون المسافة ديال هذيك كيسمينا هذيك كيسمينا طول الموجة زيد حسن ونحسبوا الدور برافو عليك إذا غادي نستعملوا العلاقة مزيان يعني كاينه العلاقه اللي ذكرتها الصديقه نتاعكم دي على الدلتا تي كاينه العلاقه اللي ذكرتها لنا نتايا لاندا على التي وكاينه كذلك العلاقه الاخرى لاندا في لا باش صافي راه عندنا لاندا تساوي في التي هي هذه كاينه علاقه اخرى بالتردد لاندا على مش بلاتي غير بالعقل غير بالعقل هادو قوانين فيزيائيه ما خصناش نغلطوا فيهم قوانين نعم اف تساوي 1 على تي صحيح اف تساوي 1 على تي يعني في تساوي نعم حسب لاندا في اف اذا الاختيار فالطريقه التجريبيه غادي نستعملوا العلاقه الاولى في تساوي دي على دلتا تي يا اما نستعملوا العلاقه الثانيه في تساوي لاندا على تي يا اما غادي نستعملوا العلاقه الثالثه في تساوي لاندا في اف خصنا نلقاو الاجابه لكن ما هي الطريقه التجريبيه اللي غادي نعتمدوا عليها في حساب مثلا لاندا لاندا شنو قلنا طول الموجة طول الموجة طول باش كيتقاس طول باش كيتقاس طول قسم ها بالمتر ولا بمسطرة إذا سنحتاج إلى مسطرة لقياس مثلا لندن أو المسافة دي الزمن حسن نعم راسم التذبذب حسن راسم التذبذب كيف كنعرفوا هذا المحور هذا مهم خاص بالزمن اعتمادا على هذا المحور لي ديفيزيون ديالو واعتمادا على الحساسيه الافقيه يمكن الحساسيه الافقيه يمكن ان نجد تي وكذلك يمكن ان نجد اف اذا الطريقه التجريبيه اللي غادي نعتمدوا عليها وهي قياس لاندا والتي او لاندا واف التركيب التجريبي اذا التركيب التجريبي راه هنا عندنا كذلك هنا غادي نوزعو عليكم التركيب التجريبي السابق راسي التذبذب مكبر الصوت باعث اللي غادي نسميوه باعث وميكروفون اللي غادي نسميوه ناقط لكن هنا ساضيف لاقط ثاني وكيف كتلاحظوا كاينه واحد المسطره نعم ماشي نفس المسافه غادي نشوفوا ديك المسافه وتماك راه عندنا واحد المسطره لقياس المسافة ياك مازال إذا أنا سأستعين بالتركيب التجريبي التالي غادي نغير هاد مكبر الصوت اللي كيعطينا صوت مسموع بتردد محصور ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز وغادي نستعمل باعث لموجات فوق صوتية يعني التردد نتاعها غادي يكون اكثر من 20 كيلو هرتز سؤال هل هذا الصوت سنسمعه لا لماذا لان موجات فوق صوتيه مزيان نوضعوا على المسطره هنا عوض باش غادي نستعمل الميكروفون السابق غادي نستعمل اللاقط الاول ثم اللاقط الثاني وغادي نوضحهم كذلك على المسطره مدرجه هذه المسطره هذه مدرجه من الصفر بالمليمتر عرفت تبان ولا لا صفر تدريجة اللي من بعد 10 شنو 10 مليمتر يعني 1 سنتيمتر الله يهديك فوالا
إذن كيف قلت غادي نوضع الباعث هنا، اللاقط الأول ثم اللاقط الثاني، ونربط نغدي الباعث نتاعنا بواسطة مولد ذو توتر مستمر 15 فولت. السالب دائما مع السالب، موجب مع الموجب. اللاقط الاول غادي يركبوا مع رسم التذوب في المدخل يكراك ا، واللاقط الثاني غادي ندخلوا مع رسم التذوب في المدخل يكراك دو لمعاينه ماذا؟ التذوبات الصوتيه اللي غادي يلتقطهم اللاقط الاول واللاقط الثاني. إذن هذا المدخل يكراك ا، هو هذا الخيط اللي مرتبط مع الهيكل هو هذا. الآن كملنا مع اللاقط الأول، اللاقط الثاني المدخل يكراك دو، موجة صوتية، هل هي موجة مصونة؟ لا، لأنها توقفت، لكن يمكن اعتبارها موجة مصونة في واحد المدة زمنية معينة. مزيان، إذا نتابع. الحساسية الأفقية لراس التذوب غادي نضبطها على 10 ميكرو سكوند. سأزيح مثلا اللاقط الأول باش نعرفوا الذبذبات اللي كيلتقطها اللاقط الاول هي اللي الفوق، وازيح اللاقط الثاني. اذا شنو راه وقع؟ نحيدو بحذا. ضبطوا الزيرو الصفر محور الأفقي، واش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أولا على الشاشة راسي التذوب، نعم موجتين، نعم ماذا أيضا؟ نقارن بالنسبة للدور، نفس الدور سنرى
هلا هما نفس الويس عامله كذلك قرنا الدور نقارن كذلك تردد لا هما نفس الدور يعني نفس التردد لا هما نفس التردد مزيان الان الويس غادي نضبط اللاقط الاول واللاقط الثاني على نفس التدريجه اللي هي الصفر ساستعين بواحد المسطره باش نضبط الصفر نشوفوا واش بجوج بهم راهم في الصفر نعم راهم بجوج بهم في الصفر نعم هنا اللاقط الاول واللاقط الثاني بنتي اللاقط الاول واللاقط الثاني يلتقطوا موجه اللي لها نفس الدور ونفس التردد كيف كتلاحظوا هاد المنحنيين هنايا ها حسن على توافق في الطور ماذا يعني الان النقطه اللي موجودة هنا في هذا وسط الانتشار اللي بطبيعة الحال تنتمي لواحد طبقة الهواء والنقطة اللي راه موجود فيها اللي راه موضوع فيها اللاقط الثاني اللي حتى هو راه في واحد طبقة الهواء هاد النقطتين كي راهم دايرين في هاد الحالة دي. نعم حسن نتساوي نقولوا من طابقين دابا لا اللاقط الاول ولا اللاقط الثاني كيتواجدوا في واحد الموضع من وسط الانتشار في نفس طبقه الهواء هي هذه وهذا مثلا اللاقط الاول وهذا واللاقط الثاني وهذا ماذا سيحدث عندما سازيح اللاقط الثاني في نظرك هل سيبقى نفس الوسع سيتغير الوسع سؤال ثاني في نظرك هل سيتغير التردد لا يتغير التردد لماذا؟ لماذا لا يتغير التردد والدور تي لماذا؟ لأن كلا اللاقطين حسن يلتقطان نفس الموجة يلتقطان نفس الموجة وهذه الموجة عندها الدور نتاعها والتردد نتاعها كيف كنا في التجربة الأولى سيبقى ثابت فهمنا؟ سأزيح الآن اللاقط الثاني لاحظوا المنحنيه هنايا حسن على تعاكس في الطور اذا هنا على تعاكس في الطور سازيح كذلك اللاقط الثاني على يظهر المنحنيين بجبيهم على توافق الطور الميكروفون او اللاقط الاول كيتوجد واحد لواحد طبقه من الهواء واللاقط الثاني كيتوجد في واحد الطبقه من الهواء اخرى ماذا يمكن القول عن هذين الموضعين
اللي كتوصلهم الموجه الصوتيه. هاد النقطتين اش كيوقع لهم؟ كيف الحاله الاولى؟ كاين توافق في الطور. يعني ماذا؟ ان النقطتين من وسط الانتشار تهتزان على توافق. الطبقه نتاع الهواء راه موجوده مثلا، راه كيحتلها اللاقيط الاول، والطبقه نتاع الهواء راه كيحتلها اللاقيط الثاني. يعني يا اما بجبهم كيمشيو هاك الهواء انضغاط تمدد، الموضع الاول والموضع الثاني يهتز على توافق في الطور. الان ساقيس المسافه لندا، طول الموجه لندا. شكون اللي عنده شي فكره لقياس المسافه لندا اعتمادا على ما ذكرناه؟ توافق في الطور والعلاقه اللي كنعرفوها، العلاقه نتاع التوافق في الطور. حسن، سنعتمد على هذه العلاقه اللي كنعرفوها. نقطتان في الطور، المسافه الفاصله تساوي كفلان. نعم، اذا سازيح لاقط دي بمسافه النقطتان تهتزان على توافق في الطور. يمكن لي نحصل على التوافق في الطور الاول، هذا التوافق في الطور الاول كتساوي واحد، توافق في الطور الاول. يمكن لي نحصل على التوافق في الطور الثاني كتساوي جوج. سازيح اللاقط الثاني بمسافة أخرى. يمكن يحصل على التوافق في الطور الثالث إلى غير ذلك، إلى أن أصل إلى توافق في الطور العاشر. بما أن هنا طول الموجة لندا أنا عارفها مسبقا صغيرة، تعد بالمليمتر. وبما أنه التدريجات صغار يمكن ندير أخطاء في القياسات، سأزيح اللاقط الثاني بمسافة دي بحيث العاشر، يعني هذه المسافة دي غتكون كبيرة. كيف ذلك؟ نعيد اللاقط الأول الوضعية اللي كان فيها في الأول، هي هذه. دابا اللاقط الأول واللاقط الثاني راهم في الصفر، وغتحسبوا معايا عدد التوافق في الطور اللي غادي نديرو. الان شحال؟ واحد، جوج، حسن ويسرى. نعم، عشرة ديال من لو سمع ديال من، يلا انت في نظرك ديال من؟ اللاقط الثاني. إذا الوسع؟ إذا أنت جاوبت على السؤال تاعك. صافي؟ المسافة دي واحد غادي يقيسها لنا. شي واحد ينوض يقيس لنا المسافة دي. نعم. ما تهزاش، ما تحركهاش. يلا المسطره ولا لا؟ ماشي المسطره تاعك، المسطره اللي راه تماك.
85 مليمتر. كتبها لنا تماك. دي تساوي 85. كشحال تساوي؟ كتساوي 10. 10 توافق على الطور. الان غادي تجاوبوا لي على الاسئله اللي عطيتكم تماك. انا عطيتك نقيس هذه المسافه فنجد هاي دي تساوي 85 مليمتر. ك عطيتولك وجاوب على دوك الاسئله اللي تماك. قلم رصاص.